رحيل 8 لعيبة عن النادي الاهلي، خلاص داخلين على الميركاتو، ناس كتير عمالة تتكلم عن الصفقات، الاهلي هيجيب مين، الاهلي في احتياج لانهي مراكز، لكن بالنسبة لي دايما اهم من الصفقات اللي هتجيبها مين اللعيبة اللي هتمشي من الفرقة عندك. عندك لعيبة كتير في الفرقة ما تستحقش ان هي تقعد معاك موسم كمان. 8 لعيبة من وجهة نظري لازم يرحلوا، وعايز رأيك في كل لاعب فيهم لوحده في الكومنتات، هل تتفق معايا ولا تختلف معايا؟ شايف اللاعب اللي انا هقول لك اسمه ده يقعد في النادي الاهلي ولا يمشي فعلا؟ وهل عندك لعيبه زياده عن الثمانيه اللي هقولهم لك؟ يعني انا هقول ثمانيه، لو انت عندك لاعب تاسع قول لي ده كمان المفروض يرحل عن النادي الاهلي. وفي ثلاث لعيبه هيحصل اختلافات ومناوشات عليهم، ناس هتقول لك لا دي لعيبه مهمه في النادي الاهلي، وناس هتقول لك اه فعلا لازم يرحلوا ودي لعيبه سيئه. فخلينا ناخد اراء الناس، وهبص على كومنتاتكم وانا بتكلم عن لاعب لاعب. لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل في كل حته، اشترك في قناتي على اليوتيوب، فولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد، صل على النبي كده. ويلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 لعيبه لازم يرحلوا عن سكواد النادي الاهلي. اول حاجه واول لاعب فيهم هو الزنفولي، حارس مرمى النادي الاهلي اللي كنا جبناه اعاره بعد اصابه محمد الشناوي. الزنفولي دلوقتي ملوش مكان في النادي الاهلي، ملوش اي وجود، الراجل ما خدش اي فرصه حقيقيه، ما لعبش اي مباراه. يعني في ناس هتقول لك ظلم، في ناس هتقول لك ما لعبش، لكن هو عارف ان هو جاي بديل، هو عارف ان هو جاي عشان يكون بديل لمصطفى شوبير، وبعد عوده محمد الشناوي مش هيكون ليه مكان، جه في ايه ومشي في ايه، الراجل جاي بديل ادى المهمه بتاعته، كل الشكر للزنفولي، لعيب محترم جدا ما شفناش منه حاجه وحشه، لكن هو عارف ان مجيته للنادي الاهلي مش هيشارك. وفعلا الزنفولي خلاص الست شهور بتاعته بيخلصوا، ننهي التعاقد معاه يرجع الفرقه بتاعته، لان انا عندي محمد الشناوي حارس مصر الاول، عندي مصطفى شوبير اميز حارس مصري موجود وافضل حارس في مصر حاليا، عندي كمان حمزه علاء حارس مميز جدا، ودول كافيين جدا لحراسه مرمى النادي الاهلي. في مخروف بعد كده وفي حراس صغيره كمان، لكن انا عندي الثلاث حراس دول مميزين جدا، والثلاثه اميز من الزنفولي، فانا مش محتاج الزنفولي. فده اول لاعب يجب رحيله عن النادي الاهلي، وقول لي رايك في الكومنتات في لاعب لاعب زي ما اتفقنا. خلي بعد كده على خط الظهر، هاجي ناحيه الرايت، عندي لاعب اسمه خالد عبد الفتاح. ايه خالد عبد الفتاح مكمل في النادي الاهلي ليه؟ خالد عبد الفتاح لعيب بيلعب باك رايت واحيانا بيلعب مساك، لو جيت ترتبه مع مساكين النادي الاهلي هتلاقي اخر واحد خالص، هتلاقي كله افضل منه. لو جيت ترتبه مع الباكات رايت اللي موجوده عندك، اللي انت عندك عمر كمال ومحمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق، هتلاقي الرباعي ده افضل منه، هتلاقي ترتيبه كباك رايت يجي بعد الاربعه دول يجي رقم خمسة. طب ترتيبه كمساك يجي برضه رقم خمسة او ستة بعد كل المساكين اللي موجودين. فتاني لاعب بالنسبه لي هو خالد عبد الفتاح، ملوش اي وجود جوه النادي الاهلي، لعيب مش مميز على الاطلاق في اي حاجه، لعيب امكانياته اضعف من تيشيرت النادي الاهلي، ما اعرفش جه ليه اصلا، ما كناش محتاجينه، لكن كل الشكر ليه، لعيب يتوجه له الشكر ويرحل يشوف له اي فريق يكون موجود معاه للموسم الجاي، لكن وجوده في النادي الاهلي مرفوض تماما، لعيب بالنسبه لي اقل بكتير جدا من مستوى النادي الاهلي. ده تاني لاعب بالنسبه لي، يبقى كده الزنفولي اول لاعب، خالد عبد الفتاح، وما اعتقدش ان هيكون في خلافات على اللاعبين دول، وبرضو اشوف رايكم في الكومنتات. ثالث لاعب بقى واول خلاف، هتلاقي ناس كتير هنا هتقولك لا ده ما يمشيش، وناس هتقولك يمشي، ده بالنسبه لي محمد هاني. محمد هاني لازم يتقال له كفايه، محمد هاني لعيب ابن النادي الاهلي، محمد هاني قضى حياته كلها في النادي الاهلي، محمد هاني كابتن من كباتن النادي الاهلي، محمد هاني دلوقتي المفروض بيتجدد عقده وبيتعمل له عقد انه يكون فئه الف، يعني ياخد زيه زي اعلى ناس موجوده في الاهلي المحليين طبعا المصريين مش المحترفين، ياخد عقد عالي جدا ويتجدد له 3 سنين. هل محمد هاني بيقدم اضافه للنادي الاهلي؟ انا شايف لا، انا شايف دلوقتي محمد هاني لازم يتقال له شكرا. ليه شكرا؟ لان لما اجي ابص على مكانه، مكان الباك رايت، هلاقي موجود عندي عمر كمال عبد الواحد افضل منه، فرق السماء والارض. عمر كمال عبد الواحد بالمناسبه 30 سنه، محمد هاني 28، الفرق سنتين بس، مش مثلا في فرق سن كبير، عشان في ناس بتقول لك ان عمر كمال اكبر يعني من محمد هاني، الفرق سنتين بس، عمر كمال هو اللي هيلعب اساسي لمده 3 سنين مثلا لقدام، فمحمد هاني لو ما مشيش هو مش هيبقى اساسي، ولاعب زي محمد هاني المفروض بيلعب اساسي منتخب مصر، صعب انه يقعد بديل على طول، غير ان هو عايز عقد قوي جدا انه يكون فئه الف. انا شايف ان محمد هاني يجب رحيله عن النادي الاهلي، انا عندي عمر كمال، البديل ليه بالنسبه لي الاميز هو كريم فؤاد، ولو حابب في ماتش ان انا دافع هيكون موجود اكرم توفيق، دول الثلاث
دول الثلاثة اللي هيكونوا موجودين ناحية الرايل، ومحمد هاني يتقال له شكرا. ده من وجهة نظري، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، خصوصا في جزئيه محمد هاني. شايف ناس هو ما ينفعش يمشي هاني، في ناس هتبدا تقول ان محمد هاني ما ينفعش يمشي من وجهه نظرهم. انا شايف ان محمد هاني في اميز منه كتير في النادي الاهلي، فرحيله واجب في الميركاتو ده. خلاص محمد هاني يخرج من النادي الاهلي ويتعمل له حفله كبيره ويخرج من الباب الكبير. محمد هاني من اللعيبه المحترمه، من اللعيبه الخلوقه، من اللعيبه اللي ما عملتش مشاكل ابدا جوه النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، واحد من الكباتن اللي موجوده. كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، لكن احنا بنتكلم على كرة قدم. طالما في افضل منك هو اللي يكون موجود وهو اللي يلعب. ده تالت لاعب بالنسبة لي، وعارف ان هيبقى عليه ضجة، وشايف ان اغلب اراء الناس ان محمد هاني لا ما يمشيش، وفي ناس بتقول كلامك صح، لكن الاغلب هاني ما يخرجش، محمد هاني لا، الاكتر عايز محمد هاني جامد، كله عايز ان محمد هاني يكون موجود. ده رأيك وده رأيي، انا بعرض رأيي وانت قول رأيك في الكومنتات ونشوف الناس رأيها ايه. طيب بعد كده خش لي على نص الملعب، هتقولي طب مساكين فيهم حد يمشي؟ لا بالنسبه لي لا، محمد عبد المنعم ده الافضل في افريقيا. عندك كمان ياسر ابراهيم ممتاز، لازم يكون موجود، متولي محتاجه برضه مع ان اصاباته كتير قوي قوي بتخليني دايما افكر في رحيل متولي. رامي ربيعه بالنسبه لي يبقى، لان انا ما عنديش مساكين كتير، هم الرباعي ده اللي موجود عندي. لا انا كمان عايز ادعم صفوفي بمساكين تاني، وخلاص اللاعب يوسف موجود على اعتاب النادي الاهلي، لسه الاعلام بس، لكن خلاص بقى جوه النادي الاهلي رسمي، فانا محتاج ان انا ادعم خط ظهري مش امشي لعيبه منه. طيب هدخل بعد كده على نص الملعب، كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بيعمل ايه؟ كريم نيدفيد جه ليه للنادي الاهلي؟ كريم نيدفيد موجود في مكان فيه عمالقه موجودين دلوقتي، في لعيبه على اعلى اعلى مستوى. عندي مروان عطيه، عندي اليو ديانج، عندي امام عاشور، عندي محمد مجدي قفشه، عندي عمرو السوليه، عندي مين تاني؟ عندي مين تاني من اللعيبه اللي عندي؟ اكرم توفيق. كل دول لعيبه في نص الملعب اقوى منه بكتير جدا، فكريم نيدفيد اكيد ملوش مكان عند احمد نبيل كوكا. كل دول افضل منه بكتير، فهو ترتيبه في نص الملعب يجي رقم 8 او 9 اخر واحد، لعيب سيء جدا بالنسبه لي، لعيب ما كانش المفروض يرجع للنادي الاهلي. كل الاحترام لشخصه، وانا بتكلم عليك فنياته وكوره جوه الملعب، فاكيد كريم نيدفيد لازم يخرج. فاكيد كريم نيدفيد شكرا، يروح يشوف اي فريق في الدوري المصري يشارك فيه وبيع نهائي، ولا بقى عرى ويرجع تاني، ولا ان انا احط عيني عليه ان ارجع كريم نيدفيد تاني. لا كريم نيدفيد خد فرص مع النادي الاهلي، كريم نيدفيد اقل بكتير من مستوى لعيبه النادي الاهلي، وانا عندي لعيبه على اعلى اعلى مستوى موجودين جوه الفرقه. فخلاص كريم نيدفيد هيكون رابع لاعب، يبقى كده الزنفولي اول لاعب محدش اختلف عليه، خالد عبد الفتاح محدش اختلف عليه، محمد هاني في ناس اختلفت على محمد هاني، ناس قالت اه يرحل، وناس قالت لا محمد هاني يبقى في النادي الاهلي، وكريم نيدفيد ما اعتقدش ان في حد هيختلف عليه، وقول لي برضه رايك في الكومنتات. نخش بقى على الشق الهجومي، الشق الهجومي ووينجات النادي الاهلي، جناحات الاهلي اللي تحس ان هم ما بيقدموليش اي اضافه، ما عنديش جناحات قويه، هل همشيهم كلهم؟ اكيد لا، اكيد لا، لكن لعيب زي بيرسي تاو. بيرسي تاو لعيب اجنبي، لعيب بيقبض بالدولار، لعيب بياخد مرتب عالي جدا، لعيب المفروض ان انت جايبه من دوري انجليزي وجايبه بصفقه كبيره، ايه الاضافه اللي بيقدمها لك بيرسي تاو؟ بيرسي تاو بيبقى كويس ماتش وبيبقى سيء 10 15 ماتش. بيرسي تاو اللي عمر مستواه ما كان ثابت مع النادي الاهلي، في اربع خمس ماتشات ورا بعض ماسك فورمه وبيأدي باداء قوي. فبيرسي تاو يكون اول الراحلين من الوينجات من وجهه نظري، ويسيب مكان محترف. انا المحترفين اللي موجودين عندي ما بيقدمولوش اضافه يا جماعه، لما اجي ابص على اسامي المحترفين ولاقي انطوني مودست، ولاقي بيرسي تاو، ولاقي كريستو يعتبر محترف لكن موجود ما بيشاركش تماما، رضا سليم الراجل بيستبعده. طب فين؟ فين محترفين المميزين؟ حتى اليو ديانج قاعد على الدكه، علي معلول مصطف، فين يا جدعان؟ المحترفين المفروض خمسه محترفين، الخمسه في الملعب، الخمسه في الملعب محترفينك المفروض انت بتجيبهم انهم بيكونوا اعلى من كل اللعيبه المصريين اللي موجودين عندك، فبتجيب خمسه خمسه في الملعب. فتاو بالنسبه لي كفايه جدا، تاو يرحل عن النادي الاهلي من وجهه نظري، وقول لي برضو رايك في الكومنتات. انا عارف ان تاو هيبقى عليه خلافات برضو زي محمد هاني، وناس هتقول لك لا بيرسي تاو لازم يبقى، وناس هتقول لك انه يمشي. في اهو بدات ناس تقول لي تاو كفايه عليه، تاو ممكن يقعد، في كلام ان تاو يمشي او يقعد. قول لي رايك في الكومنتات وانت معايا، ده خامس لاعب بالنسبه لي. سادس لاعب بالنسبه لي محمد الضاوي كريستو، وده اللاعب برضه اللي هيبقى عليه خلافات. انا عارف محمد الضاوي كريستو واحد من افضل المواهب جوه قاره افريقيا كلها. محمد الضاوي كريستو افضل موهبه صاعده جوه تونس، لعيب مميز جدا، لعيب ما خدش حقه فعلا في النادي الاهلي، لعيب فعلا اتظلم، لعيب شارك شويه
قليلين جدا، ما خدش الفرص اللي تخليه يثبت نفسه، الراجل مش مقتنع بيه، الراجل ما بيخليهوش يشارك. المشكله ان هو كان مقيد السنه دي تحت السن، غير الخمسه بتوعك السنه الجايه هيبقى فوق السن لان خلاص الولد كبر، فالسنه الجايه هيبقى فوق السن. هل هتقيد واحد من الخمسه وانت اصلا ما بتلعبوش ولا في الماتشات الضعيفه ولا في الماتشات الكبيره؟ الراجل ما بيشاركش خالص، فاكيد لا، مش هياخد مكانه وخلاص. فاكيد لازم محمد الضاوي كريستو يتقال له شكرا، لكن ده اعاره مش بيع. اعاره مش بيع، لان انا واثق ان محمد الضاوي كريستو مجرد ما يخرج لاي فريق هيكسر الدنيا، هيبقى بسرعه الصاروخ وهيعمل اداء قوي جدا، وهنحتاج نرجعه تاني لانه لاعب مميز قوي. فيخرج اعاره ما يخرجش بيع، يشارك شويه يلاقي فرصه في فرقه تانية غير النادي الاهلي اللي ما لقاش فرص هنا، وبعد كده هنرجعه لان انا واثق انه لعيب مميز جدا وكواليتي عالي جدا. ده كده بالنسبة لي سادس لاعب. أما سابع لاعب فهو طاهر محمد طاهر، هو الاسم بيتقال على بعضه كده، ما بيتقالش طاهر، بيتقال طاهر محمد طاهر. لعيب موجود جوه النادي الأهلي، لعيب ما عندوش أي إضافة يقدمها لك، لعيب أول ما جه كنت مبسوط جدا بالصفقة، قلت هو ده بديل رمضان صبحي، لعيب ربنا مديله إمكانيات عالية جدا، سريع جدا، قوي جدا، بيسدد بشكل كويس جدا، بس هو ما بيسددش، يعني هو رجليه حلوة، لكن ما بيشوطش، استغلهاش، لكن الكرة في دماغه قليلة للأسف، دايما قراراته غلط، دايما قراراته غلط مع إن عنده الموهبة وعنده الإمكانيات. ما بيشتغلش على نفسه صح، ما تعرفش ايه مشكلته جوه النادي الاهلي، سيء جدا. لعيب قبل ما يجي الاهلي وهو في المقاولين تسديداته كانت مميزه جدا بيمينه وبشماله، وكان بيسجل اهداف، لكن في الاخر جوه النادي الاهلي مفيش، خد كميه فرص محدش خدها، كميه الفرص اللي خدها طاهر لو كان خدها كريستو كان زمان كريستو اساسي مع النادي الاهلي، ما بيتغيرش. اهو الناس كلها صح كده، طاهر اكيد يمشي، بيرسي يمشي، طاهر من غير شديمة يعني، انا خلينا ان لعيب كده كده ليه مننا كل الاحترام ايا كان هو مين، طالما ما عملش مشاكل جوه النادي الاهلي، لكن فعلا لعيب لازم يرحل عن النادي الاهلي هو طاهر محمد طاهر، كفاية قوي لحد كده. نيجي بعديه انطوني مودست اللي رحل الحمد لله، والراجل نزل كده كده بوست بيشكر فيه النادي الاهلي وبيعلن رحيله، واللعيبة بتودعه والحمد لله، هنكسر وراه مش قول هنكسر ولا زير. انطوني مودست اللي ما كانش ينفع يلعب للنادي الاهلي اصلا، الراجل اللي جاب لنا بطوله سوبر برقصيه ماشي يا عم، برضو عندك طاهر محمد طاهر اللي ذكرى معانا جايب لنا قبل كده سوبر امام الرجاء، وما عنديش مشاكل انهم لعيبه جابوا اهداف مميزه هنفتكرهم بيها، لكن مش دي اللعيبه اللي تلبس تيشيرت النادي الاهلي ابدا. فاكيد انطوني مودست شكرا، وما انصحش اي فريق بالتعاقد معاه، ده راجل خلاص كفايه جدا ليه كده في الملاعب، عمل اللي عليه وزياده، شلنا لاعلى درجه الحمد لله في الموسم اللي جه او اقل من موسم كمان جوه النادي الاهلي، واحد من اسوأ اللعيبه اللي مرت على النادي الاهلي، فهو كمان يرحل ويسيب مكان محترف. دول الثمان لعيبه من وجهه نظري، مفيش تاني. في ناس هتقول لك رضا سليم، رضا سليم قال في الفتره الاخيره لك رضا سليم كواليتي مميز جدا، محتاج بس ياخد فرصه، محتاج يلعب ومحتاج يشتغل شويه على نفسه، وكم ماتش يكون في الملعب هيكون لعيب من اميز اللعيبه. تمن لعيبه: الزنفوني، خالد عبد الفتاح، محمد هاني وده عليه اختلافات، كريم نيدفيد، بيرسيتا وده عليه اختلافات، محمد الضاوي كريستو وده عليه اختلافات، طاهر محمد طاهر وانطوني مودست، تمن لعيبه يجب رحيلهم عن النادي الاهلي قبل ما افكر في اي صفقه. قول لي رايك في الكومنتات، شايف ناس هو عندك حق في كلهم على محمد هاني، مودست ما يستاهلش يلعب في مركز شباب، الناس بدأت تقول رأيها، عايز اشوف رأيكم، عايز اشوف الكومنتات كلها، لايكات كتير يا شباب، فين اللايكات؟ لايكات على قد ما تقدر، شير، خلي اللايف يوصل في كل حتة، اشترك في قناتي على اليوتيوب، فعل الجرس، فولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجيلك كل جديد، ومستني ارائكم في الكومنتات عن التمن لعيبة، ولو عندك لاعب زيادة على اللعيبة دول قولهولي في الكومنتات، احب اشوف كومنتاتكم جدا. سلام.